ده المنتخب الوطني. نروح كمان لاستاد الملعب ونشوف شبكه مراسلنا من هناك ابراهيم عمر عمرو مختار، ونبتدي مع ابراهيم واخبار النادي الاهلي. ابراهيم مساء الخير، اتفضل. مساء الخير على حضرتك كابتن سيف وعلى كل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان وعلى ضيوفك الكرام من داخل استاد الاهلي، والسلام واجواء ما قبل اللقاء. كابتن سيف انا هستكمل كلام الكباتن الكبار معاك كابتن احمد حسن وكابتن احمد عمر. طريقه لعب النادي الاهلي النهارده الموسيماني بيغيرها، بيرجع للطريقه المعتاده 4-2-3-1، ودي الطريقه اللي لعب بيها اللي اثبتت طريقه 3-4-3 ان انت ما بتلعب قدام فرقه بتلعب لعب مفتوح فانت بتادي وبتكسب، لكن النهارده هو رجع للطريقه المعتاده ليه والطريقه القديمه ووجود قفشه كصانع لعب، لان متوقع ان هو سموحه يلعب قدامه يلعب زون ديفنس شويه يلعب متاخر شويه في فطريقه 3 4 3 دي ممكن تكون ما بتمشيش، وده اللي شفناه في ماتشات كتير، شفناه اللي هو بيغير الطريقه في ماتش البنك الاهلي، شفناه في ماتش المحله، وشفناه في ماتشات كتير جدا اللي الاداء بيتراجع شويه لما بتلعب قدام فريق زون ديفنس. يمكن علي معلول وحسام حسن يعني اطمنا من دكتور وطبيب فريق النادي الاهلي عنهم، علي معلول هيغيب لمده اسبوع شد في العضله الضمه، وحسام حسن يعني كان تخوف اللي يكون في حاجه في غضروف او تكون كدمه في الرباط الصليبي، لكن الحمد لله طلعت كدمه، القدمه كانت قويه شويه في ركبته والحمد لله قدامه فتره اسبوعين ثلاثه ويرجع لارض الملعب. بيغيب عمرو السرايا للايقاف النهارده وكهربا لاسباب الفنيه، وبيعود طاهر محمد طاهر لتشكيله نادي الاهلي النهارده موجود على دكه البدلاء. قبل ما اختم يا كابتن سيف يعني عايزين نشيد بارضيه ملعب استاد الاهلي والسلام، وبنوجه تحيه لاداره الاستاد، الارضيه في منتهى الروعه ومنتهى الجمال يا كابتن سيف من داخل ملعب الاهلي والسلام، ودي كانت اجواء النادي الاهلي. وكلمه تودي ليك كابتن سيف زاهر، تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا ابراهيم عمر، ونروح لعمرو مختار وكواليس واخبار نادي سموحه. عمرو مساء الخير، اتفضل. مساء النور عليك كابتن سيف، مساء النور على كل ضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام هنا من ملعب الاهلي والسلام وما يخص نادي سموحه. خليني اقول لك كابتن سيف، اولا الفرقه وصلت الساعه 2:30، يمكن حرس الكابتن احمد سامي وجميع جهاز الفني ليه واللاعبين بنزول الى ارضيه الملعب. يمكن كابتن احمد سامي كان هناك جلسه امس مع اللاعبين، وممكن دخل معسكر يوم الاثنين بعد تاجيل مباراته امام طلاع الجيش، جه هنا القاهره قعد في معسكر مغلق. يمكن الكابتن احمد سامي شدد على اللاعبين بعدم الخروج الى تصريحات او ما يشبه ذلك في الاعلام، خاصه اللعيبه اللي انضموا الى المنتخب الوطني. خليني اقول لك كابتن احمد سامي طلب اللاعبين بضروره الانتصار والتخلي على نغمه التعادلات التي تدوم على الفريق او اللي معتاد عليها الفريق من اول مسابقه الدوري العام، وطلبهم بالتركيز الشديد خاصه في مباراه النادي الاهلي. خليني اقول لك السؤال المهم اللي هو اللي طرحناه على الكابتن احمد سامي، كابتن احمد سامي هل تاجيل مباراه الجيش كانت بالايجاب ولا سلب؟ كانت مفاجاه بالنسبه لي ان هو قال لا ده بالسلب، انا كنت عايز العب، كنت عايز احط ايدي على نقاط القوه والضعف. طب اقول له كابتن هي بدنيا؟ قال لي حد ما بدنيا، لكن احنا اتعودنا على ذلك. خليني اقول لك كابتن سيف، يمكن يدير النهارده لقاء تحكيمية كابتن محمود البنا، وهي أول مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم وأيضا لفريق نادي سموحة. درجة حرارة هنا في استاد الأهلي والسلام تشير إلى 26 درجة. خليني أقول لك المدرجات على يميني جمهور النادي الأهلي يمكن 300-400 واحد من جمهور الأهلي زي ما حضرتك سامع صيحات الجمهور، جمهور سموحة لم يحضر أحد. يمكن دي كل كواليسنا عن نادي سموحة، عودة ليك كابتن سيف وضيوفك الكرام. شكرا جزيلا المتألق عمرو مختار، شكرا جزيلا المتألق ابراهيم عمر، ودي كانت اجواء وكواليس